اسمعي اذا حطيت راسك براسك تضحك نزل رجلك نزل رجلك وطوي الموضوع بقى لعمه عن جد خلصنا بقى اذا بدي انا بدي احكي لانه سخنها كثير يعني شو في ايه عايزه ايه وحصل لها ايه يعني ثلاثه معلم هيدي في معها 585 ألف منهم مرض نفسي لأنه ما بصير يرفع رجله قدامك هيك هذا اسمه قلة أدب وما بصير يقعد ضحك العالم عليه بهي الطريقة عامل كراكوز يعني ما عم بستوعب إذا هو شخصيته كذا يعني وعم يغب عم يخبص بعدين مع الكل بالحكي يا بنتي هو أنت عارفاه أوريدي وخلص أنت يعني أخذنا عليه يعني لا أكتر شي زعجني وقت رفع رجله قدام